برحب بحضراتكم مرة تانية ومرة تانية كل سنة واحنا طيبين. بالتأكيد شم النسيم ارتبط معانا بالعديد من العادات كلنا عارفينها، مش محتاجين ان احنا نعددها. بناكل رنجة وفسيخ وبيض ملون وبصل وخس وملانة يعني هو كله أكل الحقيقة. احنا كل الأعياد بتاعتنا مرتبطة بعادات أكل، لكن المشكلة ان الرنجة والفسيخ دايما بنخاف منهم جدا جدا في اليوم ده، ودايما في ناس بتقول ان هي لا دي حاجة مضرة جدا والمفروض ما ناكلهاش. هل هي فعلا مضرة ولا لا؟ هل في نصائح معينه ممكن ان احنا ناكل بس ما يحصلناش حاجه، ولا ما نتضرش لو كنا بشكل معين؟ يعني هنحاول ان احنا نتكلم. اي نعم ده بنلاقيه كل مره في كل شم نسيم بنقول الكلام ده. احنا النهارده هنحاول نقول الكلام ده بشكل مختلف مع حد كمان مختلف. يعني انا ما شفت الضيفه كده بصيت لها، الضيفه دي ممكن تاكل رنجه وفسيخ؟ ممكن. اولا صباح الخير طبعا نوران قنديل اخصائي التغذيه، اهلا بيكي كل سنه وانت طيبه. صباح النور يا اسماء، وشكلك كيوت قوي ان انت تاكلي رنجة وفسيخ بقى حركات. لا والله بصي، هو اصلا انا بحب انه الناس تاكل كل حاجه، حتى لو مش بقى عيد مش عيد، حتى لو انت عامله دايت لا لازم تبقي بتاكلي كل حاجه، ما تحميش نفسك من اي حاجه. أوكي. عشان ما يجيش عليكي وقت بعد ما تبطلي تحسي انه لا انا هاكل ده بس، انا ممنوعه من التشوكلت فلا لما بطل هاكل التشوكلت بس. فالعادي انا هاكل كل حاجه، بس خلينا بقى النهارده في الرنجه والفسيخ. انا بحب الرنجه والفسيخ جدا بجد. طب اوكي جدا. لطيف جدا نقعد مع بعض بعد الهواء. لا قولي لي بجد، لان انا بصي انا بخاف، وناس كتير انا بحبهم جدا بس انا بخاف جدا، وخصوصا بقى يقول لك في حاجات غير صالحه للاستهلاك وحاجات ممكن بعد الشر على الجميع يا رب وربنا يسلم الجميع، تبقى مسممه، التخزين مش حلو، اكل ازاي وما يحصليش اي حاجه من دي وما يضرنيش الرنجه والفسيخ؟ بصي في حته انه الحاجه صالحه او مش صالحه، هعمل زي اي ست بيت عاديه جدا بتناقش انا ومامتي او انا وجوزي، هي هنجيب منين السنه دي، المصدر مين اكتر حد موثوق فيه نشتري منه، هايبر ماركت كبير مكان معروف بتاع كده وخلاص، وبنشتري وبنتكل على الله، نتكل على الله بقى. وبنجيب بقى الرنجه والفسيخ وبنتعامل. جبناهم خلاص، ما عندناش حد في البيت عنده ظروف معينه ينفع ياكلها دلوقتي، بس طبعا لما انا مثلا كنت حامل ما ينفعش كنت اكل فسيخ. ليه بقى؟ الفسيخ يعتبر برضو هو ني بنسبه معينه، فما ينفعش انه حد حامل ياكله، ما ينفعش مريض ضغط ياكله، ما ينفعش مريض قلب ياكله، ما ينفعش مريض فشل كلوي ياكله. طب مريض ضغط مفهومه عشان ملح كتير. بالظبط. حد حامل برضو عشان الملح الضغط مريض بيتغير، قلب برضو ملح كتير فشل كلوي عشان الصوديوم عالي جدا. طب دي حاجه مهمه جدا ناخد بالنا يا جماعه علشان الناس المرضى ربنا يعافينا جميعا. الحامل طبعا أيوة. الفسيخ ممنوع تماما، الرنجه تاكلها عادي. الرنجة عادي، انا وانا حامل كلت رنجة عادي جدا. بس طبعا الرنجة لازم نسويها، اما بقى بنشويها. سمعت قريب ان في ناس بتعملها بطريقة تانية كده في مية وكده، بس انا مش بعمل كده، بشويها عادي. بتشوي تبقى لطيفة في الفرن او على النار. بس الرنجة عموما تعاملي معاها ان هي سمك، هي سمك، ففي اوميجا 3 وفي بوتاسيوم وفي زنك، في كل فوائد السمك. بس عموما انت متخيلة كمية الملح بقى الفظيعة، فانا خلاص كلتها واحنا شم النسيم وكلنا رنجة وكلنا فسيخ وكل حاجة، بعد بقى ما اكلتها اعمل ايه بقى؟ اعمل ايه بقى؟ في حبه حاجات كده لازم اعملها. اول حاجه لازم نشرب ميه كتير قوي. هو احنا بنشرب ميه كتير بس بنتعب ونبقى مش قادرين وبطني والحقوني انا شارب ميه كتير، نعمل ايه؟ خلاص كلي فاكهه فيها ميه كتير، كانتالوب، بطيخ، او كلي معاها حاجه فيها ميه كتير زي الجرجير، الخس، الخيار، انت عارفه الخيار ده ميه اصلا. طبعا. فدي حاجه. اوكي. طيب مش عايزه اكل الحاجات دي. بعدها بقى اكل حاجه فيها بوتاسيوم، ممكن تاكلي موز، الموز فيه بوتاسيوم عالي. طب ليه اكل حاجه فيها بوتاسيوم؟ عشان البوتاسيوم بيعادل الصوديوم اللي فيه الرنجه والفسيخ. فهتلاقي الموضوع شويه بالانسد شويه، حتى هتلاقي نفسك على فكره مش عطشانه قوي بالطريقه الفظيعه دي، لانه بتعطش طبعا. لا احنا بنموت. بنموت بقى اللي هو يعني ميه ميه ميه. هي مشكله كمان انه في حاجه، انت عاده مش هتلاقي حد بياكل رنجه وفسيخ لوحده كده، في ناس بتاكله مع مع فطير مشلتت، وفي ناس بتاكله مع عيش، وفي ناس بتاكله مع مش عارف ايه يعني كل حاجه. لا وكمان القعده مع بعض فنقعد ناكل، بدل ما هتاكلي حته قد كده كالوريز بقى. احسبي بقى ثلاث سنين رجيم بعديها. فنلحق نفسنا هو يوم وناكلها. بس عموما في حاجه ثانيه بقى غير الملح اللي فيها، يعني هو اول مشكله الملح، قلنا نتكلم عنها. انا كنت لسه اسالك المشكله الثانيه بالنسبه لي الزيت.
طبعا هي كم فيها الزيوت بقى الغير طبيعيه دي، اتعامل معاها ازاي ان انا اخد اقل قدر من الزيوت دي؟ الميه بتقلل نسبه الزيت شويه، يعني اغسلها ممكن؟ لا لا مش ان انت تغسليها، هي اوريدي انت لو خدتي بالك الرنجه لما بتشويها اصلا بتبدا تنزل الزيت زيت اللي شويه، فيها. لما هتشربي ميه شويه ده هيحسن عندك الميتابوليزم، فموضوع الزيت ده مش هيحصل، يعني يعني جسمك هيلحق يتعامل معاه. في حاجه تانية، في ادويه مش هقول اسمها بس معروفه، الادويه دي مشهور عنها ان هي بتمنع امتصاص الدهون، مفيش دواء في الدنيا بيمنع امتصاص الدهون، هو بيمنع امتصاص يعني احسن دواء 30% من الدهون بيوقف امتصاص، فممكن وقت بقى السيزون ده اللي هو شم اللي هو يوم يعني اليوم اروح واخده حبايه من الدواء ده مع الوجبه دي، فانا هلاقي انه واضح معدتي عايزه اخش التواليت، فالزيت يعني شويه ما حصلش امتصاص للزيت كله. اوكي دي في حلوه. حاجه بس اهم بقى، دي اهم ايوه واحده، ايوه انه الفسيخ والرنجه بيتعملوا ازاي اصلا؟ بنايتريتس ونايتريت، فالحاجات دي بقى هي دي اللي مش عارفه بالعربي اسمها ايه، بس هي كارسينوجينيك على اللونج تيرم، ممكن تسبب سرطان، بعد بس على الشر، اللونج بعد تيرم الشر علينا لو جميعا. باكلهم ديلي ده فعلا. او كتير فكلهم لا بس انا سيزونال. مش فاهمه هو النيتريت يعني انا اعرفه ما اعرفش طبعا طريقه بيتعملوا ازاي، بس اللي اسمعه ان هو يعني بيبقى ملح مش كده؟ لا لا طبعا لازم بتتحط مواد معينه عشان توصل الفسيخ للدرجه دي، انت لو حطيتي ملح وما حطيتيش النيتريتس والنيتريت مش عمره ما هيتحول كده، هي خطوره الرنجه والفسيخ في الحاجتين دول بس، نسبه الملح العاليه جدا وقلنا نعادلها ازاي، والنيتريتس والنيتريت اللي هي كارسينوجينيك على لونج تيرم، بس لو انت بتاكلي كتير يعني باكلهم دي مثلا كل بتتحط اسبوع كمواد حافظه فيها يعني؟ لازم تكون موجود، لازم اوكي. تكون موجوده رنجه او فسيخ. احنا كلنا متخيلين ان هو الماده الحافظه واحنا الملح صغيرين كنا بناخد الملح لا زي يقول في حاجات بتحفظ بالسكر الكتير ودي بتحفظ بالملح الكتير، لكن هم بيحطوا فيها مواد حافظه اللي هو نيتريت وال مكان العصير بيتحط له مواد حافظه اللي هو عصير مش بالظبط. هيتحط له فده بيتحط ان احنا نكتر منه او ناكله اكتر بقى من مره ما يبقاش موسم يوم او كده يعني يبقى مش انا باكله لطيف. بصراحه في شم النسيم وباكله في العيد صغير دايما، لازم اكل رنجة في بعد كده بقى يعني رنجة لما بحب بقى بالظبط نفسه اللي هو فيهم. لا وبيبقى مع الصحاب مرة، لكن مهم ان احنا ما نخليهاش وجبة يومية او حاجة يعني في جدولنا يعني. الرنجة ممكن على فكرة، ولأنه الرنجة سمك على فكرة، لو يعني مثلا لو عندك حد من ولادك بيحبها، في طريقة بقى تأكليه رنجة وتستفيدي منها، ان انت هتخليها الأول وبعد كده تحطي معاها بقى خضار كتير، اللي هو بتحطي معاها بصل أخضر كتير، تحطي معاها طماطم من غير المية بتاعتها ومن غير الجلد، فبتلاقي الطماطم يعني مش هتبوظها، وطحينة كتير، طحينة طبعا سمسم فهي مفيدة مش زي ما الناس متخيلة ان هي كالوريز على الفاضي، فعلا وتحطيها بقى في التلاجة وتتعمل على فكرة ساندوتشز بتبقى ظريفة فظيعة. طيب تبقى يلا حلوة احنا عندنا وصفة دلوقتي، كل النهاردة كمان هنضرب بعد الكلام كلنا يبقى هندخن لا يعني هنضرب ناكل، لكن المهم ما نتخنش. ما انا هقول لك بقى في الاخر لازم هتقولي لنا نعمل ايه بقى علشان بعد كل ده نحرق. لكن البصل بقى، هل البصل فعلا يعني انا بسمع ان هو البصل والبقدونس والكزبرة يعني بتتحط مع الحاجات دي بتبقى الى حد ما عامل لحرق، اولا جدا بيعلي الحرق شويه، البصل ان هو اللي بيقتل بكتيريا، الكلام ده صح ولا انتيبيوتيك. ايوه كلام؟ طبعا طبعا البصل والثوم، انت عارفه زمان كانوا يقعدوا يقولوا لك البيبيز اللي لسه مولوده لا ما تديوش مضاد حيوي على طول كده، في ناس لحد دلوقتي كده، ومش بس مش مثلا في فلاحين او في بلاد، لا ناس متعلمه تقول لك لا انا مش المضاد الحيوي ده اخر اوبشن، انا هدخله ثوم مع الاكل لانه مضاد حيوي، فالبصل والثوم والتوابل عموما بقى حاجات بتعلي الحرق، فانت عندك الحاجات الجرين عموما دي بتعلي الحرق، وسعراتها الحراريه من صفر زيرو من يعني. صفر فعلا في صفر لقليل قوي قوي قوي، وعندك بقى التوابل كلها بتعلي الحرق. يعني كل ما احط بصل كتير ويبقى جنبي البان اهم حاجه ونغسل سنان او الحاجات اللطيفه دي مش هيبقى عندي لا مشكله، ممكن لا اكل وحتى لو في بكتيريا او كده ممكن لا البصل بصي هو يتعامل. عموما عشان برضو نتكلم على حته مهمه قوي، التسمم، لانه طبعا ده لا وارد بعد التسمم الشر، التسمم الغذائي اصلا عموما هو انه الاكل بيتطبخ او بيتخزن بطريقه غلط، غلط. فانا لو جبت رنجه بايظه هي لو هي طب بايظه ما اعرف خلاص، ازاي انها بايظه؟ ما هو انا اللي اعرفه، بصي دي بقى معلومات احنا بنشارك المعلومات اللي نعرف، بالظبط. انا اللي اعرفه ان الرنجه بتمسكيها بتدوسي عليها، لو دوستي عليها وفضل مكان صوابعك معلم فيها لا يبقى هي كده فاسد، لو دوستي عليها ورجعت ميموري زي الميموري فوم كده فعلا تدوسي عليها ترجع تاني لا هي كده فلاشي سليمه، وانه عينيها بتكون بتلمع
يا ده اللي مامتي علمته لي يعني مش عارفه. طب كويس انا بتعلم منك الحقيقه، ما عنديش حد علمني الكلام ده. بس انا عموما بعمل حاجه في حياتي، اي حاجه بجوجلت، بدخل على الانترنت ازاي اعرف اتاكد من الحاجه، انا بعلم نفسي. كويس يعني كويس، مش استنى برضو انه لا، لازم نعلم نفسنا، نفهم نفسنا، لانه بعد شر بعد شر لو حصل حاجه يعني احنا اللي هنخسر في الاخر. لا ربنا يا رب يحفظنا ويحفظ كل اولادنا، وان شاء الله النهارده نتبسط وناكل ان شاء الله يبقى يوم حلو ونخرج، لكن ما يبقاش في اي حاجه. لا اكيد ان شاء الله. طيب انا هاكل وهاكل بصل واغسل سناني وابقى لطيفه وظريفه وكل ده، وعايزه احرق بقى وهتخن شويه. بالظبط، ما انا عشان ما اتخنش بقى عايزه احرق، اعمل ايه؟ بصي، في ناس كتير بتسالني بقى ايه الادويه اللي بتحرق، ايه الاكلات اللي بتحرق، ايه؟ مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها الكلام اللي احنا بنسمعه اكله بتحرق. في ادويه طبعا، مكملات غذائيه معروفه جدا، دي بتعلي نسبه الحرق للكربوهيدرات اللي هي النشويات يعني. فلكن حاجه دواء ساحر بيحرق، لا، هو الموضوع كله 70% تغذيه و30% رياضه. طيب انا مش بلحق اروح الجيم ومش هروح الجيم. حلوه النسبه دي، 70% تغذيه و30% رياضه، لان في ناس فاكره ان هو العكس، يعني ان انا ممكن العب رياضه فظيعه بس طول النهار ابقى باكل بقى شوكليت وحاجات فيها زيت وسمنه وكده وهخس. انت ممكن يا اسماء تروحي ترينر، تروحي جيم، تلاقي الترينر عنده كرش عادي جدا، ترينر هو كوتش، فهو لا، هو مش مهتم باللايف ستايل بتاعه في الاكل. عندي واحده صاحبتي تخلص الجيم وتطلع تاكل بيتزا وتروح ضربه واحد مانجا، مفيش مشكله لو عدت شوكولاتتين ثلاثه يعني. ده لايف ستايل بقى. لا تقول انا رايحه الجيم، يعني اهم حاجه انها بتروح جيم وتعمل مجهود لطيف. بصي، ممكن تاكلي بيتزا بس هتفطري هيلثي وتتعشي بدري، يعني ما تحرميش نفسك من حاجه، المهم تاكلي امتى وازاي. عشان تعلي الحرق بقى عموما في جسمك، أيوة، لازم تظبطي انت الميتابوليزم بتاع جسمك ازاي. ازاي؟ انت مثلا ايرلي بيرد دلوقتي، اكيد بتصحي بدري عشان البرنامج بتاعك. ما تفكرنيش. فحاولي تفطري بليز اول ما تصحي. بعمل ده. ماشي؟ فمجرد انت فطرتي ما تجيش بقى تستني لما تجوعي، جوعتي مثلا الساعه 3. لا، انت كل الفتره بقى دي اللي انت سايبه جسمك فيها ما اكلتش فيها، دخلتي في حاجه اسمها starvation mode، مجاعه، الخلايا مستنيه اي حاجه تاخدها عشان تخزنها. تعمليش كده، خدي سناك وانس خلصتي البرنامج بتاعك، خدي سناك، خدي بقى جزر، خيار، اي حاجه، حتى لو اكلتي كيك صغيره، بيس كده صغيره، بس دخلتي جسمك حاجه يحرقها عشان ما يستناش اللي جاي بقى، اللي هي الوجبه الحلوه بتاعت الغدا بقى، وجبه التخزينه اللي مع الصحاب اللي فيها بقى تو سايدز وكده، هيخزنها كلها. هتلاقي نفسك لا، يعني انا ممكن اكون ما اكلتش كتير النهارده بس برضو مش بخس. فهي الفكره انك تاكلي طول اليوم، يعني 5 وجبات بدل من 3 وجبات. بس الوجبه الرئيسيه، الوجبه الرئيسيه هي اللي فيها الكالوريز العاليه، العشاء بنقدمه شويه، الفطار بنخليه بدري قد ما نقدر. هي دي هيلثي لايف ستايل. نقدمه شويه، يعني قد ايه تقريبا؟ يعني اخر مره اكل امتى وانام بعديها بقد ايه؟ في ناس بتقول في حاجه اسمها الصيام العكسي، انا مش بريكومند ده بالظبط، بس انا بحب الاستراتيجي دي، انه انا هصوم من، يعني انا يعني من اول الساعه 7 8 هصنا صايمه لحد تاني يوم، فكنت متخيله تاني يوم الساعه مثلا 5 الصبح. بس انا الصح بتاعها انه لو انا بنام 12 اخر وقت اكل فيه الساعه 9، بنام الساعه 2 3 اخر وقت باكل فيه الساعه 12، يبقى قبل نومي بثلاث اربع ساعات كده. لكن برضو ما جوعش جسمي فتره كبيره، ما عملوش فتره. هجوعه بالليل. ما جوعوش الصبح عشان الصبح ده اللي هحرق فيه. الصبح اديله حاجه يحرق بيها بدل ما اسيبه فاضي كده يا خنزة. برضو علشان نبقى صراحه، في اجسام معينه بتبقى قابله للزياده غير اجسام ثانيه، فهل يعني ساعات بتكلم مع صحابي وكده، لا انا لو كلت 5 مرات حتى لو كلت حاجات ما فيهاش لا بتخن، وغيري بياكل بيعيش حياته بقى وعادي جدا ملوش دعوه بالدنيا. في عوامل كتيره قوي اسمع لموضوع الحرق، في حاجه بس اسمها ده ينطبق بقى على، يعني لو حد جسمه قابل لزياده ياكل كمان 5 مرات وممكن يحرق وما يتخنش وكده يعني، ولا هي دي بيسك لكل الناس؟ لكل الناس دي هتعلي لك الحرق ايا كان الليفل بتاع الحرق بتاعك فين. الليفل بقى بتاع الحرق ده في حاجه اسمها بيزل ميتابوليك ريت، اللي هي وانت قاعده كده البرسنتج اللي جسمك بيحرق بيها غير بتاعتي. اكيد. ليه بقى؟ في فاكتورز كتيره. السن، شكلك بتحرقي اكتر عشان شكلك ارفع. عشان انا رياضيه. لا والله، هو بصي هقول لك في فاكتورز كتيره، طبيعه شغلك سيدنتري ولا بتتحركي، السن، في حاجه مهمه قوي الغده وكفاءه الغده الدرقيه بتاعتك، كل الحاجات دي بتفرق من حد لحد. انا عايزه اقول لك طوله وجسمه، نسبه العضلات لنسبه الدهون، فهي مفيش قاعده ثابته لموضوع الحرق. الفكره انت تعلي نسبه الحرق ازاي
ان انت بقى تعملي كده، ان انت تدخلي جسمك في هيلثي لايف ستايل على طول، فهتلاقي نفسك لا جسمك ظابط معاكي، الموضوع بقى مختلف، حاسه انه ممكن ما تخسيش قوي بسرعه على الميزان على فكره، بس ممكن تخسي بسرعه شكل اللي هو بودي ترانسفورميشن، الماسلز قلت، الماسلز سوري زادت والفاتس قلت حجمها شويه، بتاخد بتدي للشكل shape. كمان ممكن تلاقي نفسك على فكره مختلف. وزنك زي ما هو بس لا انا بتحصل لي دي فعلا، بس في حاجات دخلت خس قوي والله يا جماعه، مش خس ولا جرام على الميزان والله يا ريت، بس مش خس ولا جرام على الميزان، بس تيجي كنت بتتحركي في الفتره دي فجسمك عمل عضلات وحرق دهون فبيقول له خاسه جدا، مش خاسه على الميزان بس شكلا فعلا الواحد بيحس وده افيد على فكره او احسن بكتير. طب الحمد لله كويس يعني في الطريق اللطيف. كيب فون الميه بقى، في حاجه اسمها فعلا رجيم ميه وفعلا شرب ميه، هل فعلا بيعلي الحرق بيفرق في الوزن؟ بصي المايه اولا المايه بتعلي الحرق جدا، وتحفه تحفه تحفه للشعر وللبشره عموما، طبعا البشره وطبعا الستات اللي بيرضعوا، موضوع المايه ده يعني مش اوبشن، ده اساسي. وفي مفاهيم غلط عن المايه بيقعدوا، يعني في ناس تقول لك لا كلي حلاوه واشربي موجات الحاجات دي، في الاخر بتعطش فبتشربي مايه. طب انا اشرب مايه من نفسي بالظبط كده، ومن غير ما اخد بقى كم الكالوري الفظيعه اللي انا هعيش معاها مع المايه. تخيلي المايه بتكون اللبن، فيبقى الميه يعني قد ايه مهمه. فقد ما بتشربي ميه قد ما بتلاقي نفسك الميتابوليزم اللي هو الايد اسمه الحرق يعني الحرق. بيعلى قد ما بتلاقي جسمك لا يعني انت حاسه ان البرفورمانس بتاع جسمك حلو، سبيشالي لو بتتمرني سواء في الجيم او في البيت. يعني حتى لو بتعملي 5 تمرينات بطن في اليوم دي احسن ما تروحي الجيم مره في الشهر على فكره. بالظبط، انا اعرف ناس بيروحوا اول الشهر ندفع الاشتراك وكده، طب اشوف القصه الجايه وانا بجدد. انا دفعت كده يبقى انا هخس. بالظبط كده. ميرسي جدا جدا جدا، كل سنه وانت طيبه، نورتيني وافدتيني بشكل كبير جدا جدا. وان شاء الله هناكل ونعمل كل اللي انت قلتيه، وهنحاول يعني 5 دقائق كده نعمل رياضه. شرفتيني. ميرسي ذوقك حلو.